تتفق مع الجيم من العفاش وقت الجبهات وضع ليبيا وضع افغانستان واقترحت انه يجب يعني مجلس القبائل هو الحل في ليبيا ما تعرفش المجتمع الليبي وهذا الليبي نظرا يعني افتقار لهم جبههم في الافغان هم اصلا الليبيين في العاده يعني يعتبر ان كل سنه يتعاون مع ليبيا جاء رئيس تونس ونفسه أنا يحط الليبيين في موضع على أنهم جملة من القبائل معروف في مجتمع مدني فذلك احتقار شديد بالنسبة لهم. حاولت أن أقنعه بأنه ليبي بأنه أن الليبيين غاضبون غضبا شديدا عنه لابد من إصلاح هذه العلاقة.